Your Excellency and dear friend, صديقي سيادة الوزير سامح شكري, أنا أدعم تماما الرئاسة المصرية في تحقيق النجاح والنتائج الإيجابية لكوب 27. وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدت في بالي والتي أشكرك على هذا الوصف الدقيق للموقف الحالي. نحن كوب 27 على وشك الانتهاء في خلال 24 ساعة, والأطراف ما زالت منقسمة حول العديد من القضايا الأساسية كما تم الإشارة إليه. أصبح من الواضح في الأوقات الأخيرة أن هناك مشكلة في قضية الثقة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة وبين الاقتصاديات الناشئة, ولكن ليس هناك وقت لذلك. يجب أن يكون هناك تصرف سريع, ويجب استغلال هذه اللحظة, وهذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية. العالم يشاهد, وهي رسالة بسيطة لنا كلنا, فلنقف وننفذ. يجب أن يكون هناك عمل مناخي فعال يحتاجه الشعوب ويحتاجه العالم. الانبعاثات العالمية وصلت لمعايير مسبوقة لم تحدث من قبل, وأيضا هناك ما نحتاج أن نقوم به هو أن يكون لدينا الموارد للقيام بهذا العمل. وأدعو كل الأطراف أن تعمل على الجوانب المهمة. أولاً بناء الثقة. الطريقة المثلى لبناء الثقة هي أن يكون هناك اتفاق حول قضية الخسارة والضرر والدعم المالي للدول النامية. الوقت للحديث حول التمويل الخسارة والضرر قد انتهى. نحتاج أفعال. لا يستطيع أحد أن ينكر أن تكلفة الخسارة والضرر فادحة. العالم يغرق ويحترق أمام أعيننا. أدعو كل الأطراف أن يجلسوا ويصلوا إلى اتفاق حول هذا الأمر, وهذا يجب أن يتم عاجلا, ويجب أن يعكس الحالة الطارئة التي نحن بصددها والتي تشهدها العديد من الدول النامية. لا يمكن أن نستمر في الحديث عن العدالة المناخية بينما نحن في حالة أزمة. والآن حانت لحظة التضامن. ثانيا, أدعو كل الأطراف أن تسدوا الفجوة الخاصة بالأجيال, وأن نجعل ونحافظ على حياة البشر, وأن نحافظ على درجة 1.5. وأيضا يجب أن نولي المزيد من الاهتمام للأهداف التي نحن نسعى لتحقيقها, ولا يمكن أن نسد فجوة الانبعاثات دون الإسراع في التعامل واستخدام الطاقة المتجددة. ويجب أن نقلل من استخدام ونمنع استخدام الفحم ونعتمد على الطاقة المتجددة. نحتاج أن يكون هناك اتفاق حول التضامن الإنساني يدفع الدول إلى تقليل الانبعاثات وحشد كل الدعم المالي والتقني للإسراع بالانتقال نحو الطاقة المتجددة. هذا أمر ضروري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية الطاقة المتجددة, وأن نبتعد عن جحيم المناخ. وهذا يعني أن يتم إنفاذ الوعد الخاص ب 100 مليار دولار, وكذلك إيجاد خارطة الطريق لإنفاذ كيفية التصرف في هذا التمويل, وأن يكون هذا من خلال المؤسسات الدولية. هناك نماذج يجب اعتمادها, وأن يكون هناك حشدا للعديد من الموارد للقيام بالعمل المناخي. يجب أن نقدم الدعم التي تحتاجها الدول النامية لتعميم استخدام الطاقة المتجددة وكذلك الصمود.
السادة الأعضاء، يجب أن يكون لدينا حلول أمام أعيننا لكي نستجيب للخسارة والضرر ونقلل الفجوات ونقدم التمويل. ساعة المناخ تتحرك، وعلى أطراف كوب 27 أن تنتهز الفرصة الآن وأن يتصرفوا بشكل سريع. وشكراً.